خلينا بنرحب بدكتوره وسام عبد الهادي، ماجستير تغذيه تخصصيه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه والسمنه. معانا دلوقتي دكتور وسام، صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا. دكتور وسام صباح الخير. دكتور وسام عبد الهادي، دكتور وسام عبد الهادي ماجستير تغذيه تخصصيه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه والسمنه، صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. دكتور وسام، بنتكلم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه يا دكتور. بنتكلم عن اضرار الملح وزياده الملح في الطعام، يعني حابين نوضحها اكتر لمشاهدينا. طبعا الملح من الحاجات المضره جدا، والزياده بتاعتها هي طبعا بتسبب مشاكل كتير واضرار صحيه كتير جدا، منها طبعا ارتفاع ضغط الدم من الحاجات اللي بيسببها طبعا زياده الملح في الطعام. كمان مش بس كده، في دراسه حديثه اتعملت مؤخرا انتهت بسنه 23، الدراسه دي كانت من الدراسات المهمه جدا لانها اتعملت على مدار تقريبا 17 سنه، هي بدات في 2006 انتهت في 2023. دي كانت دراسه اتعملت واتنشرت في مجله جاما، كانت بتتكلم على زياده فعلا نسبه الملح وانها قد ايه مضره وبتعلي نسبه الاصابه بامراض الكلى، لان طبعا كلنا عارفين ان الكلى من يعني هي المسؤوله عن توازن الاملاح في الجسم ومسؤوله عن توازن الميه. فبالتالي احنا كل ما زودنا الملح في الطعام نسبه الصوديوم بتزيد، ودي من الحاجات اللي مضره جدا جدا للكلى. طيب دكتور وسام، يعني البعض يمكن في السنوات الاخيره متابعين انه انواع مختلفه من الملح ومسميات مختلفه من الملح، ويعني بيتم تسويقها انه دي اقل ضررا او فيها فوائد في استخدامها في الطعام، زي ملح على سبيل المثال ملح الهيمالايا كنوع، يعني مش كماركه او كمسمى. راي حضرتك في الكلام ده ايه؟ يعني هل تاثير انواع الملح مختلف ولا هو ملح في النهايه؟ لا، هو في الاخر هو كله ملح، اي حاجة بتزود الصوديوم في الجسم او بتزود، فده بالتالي بيزود احتباس المية في الجسم وبيسبب ضرر بالنسبة للكلى. كمان مهم جدا ان احنا يعني هي كمية الملح المناسبة او المسموحة في اليوم ان احنا لازم ناخد من 2300 ميلي جرام ل 2400 ميلي جرام، ده في اليوم كله، يعني ده توتال الملح اللي يدخل جسم الانسان خلال على مدار اليوم، ده تقريبا بيعادل معلقه صغيره، يعني تخيل حضرتك هي معلقه صغيره دي اللي مسموحه ان احنا ناخدها على مدار اليوم، فالمفروض ان انا من الصبح ابقى محدد هي معلقه صغيره ملح طعام، ده اللي انا هاخده على مدار اليوم كله. لكن اي املاح ثانيه بتدخل الجسم طبعا دي غلط جدا وتعتبر زياده، واكيد بتوصلنا لامراض زي ما قلت لحضرتك زي الضغط، امراض الضغط وامراض الكلى، فدي من الحاجات الخطيره يعني. طيب كمان مش بس كده، في الاملاح المضافه، دي الاملاح المضافه دي كمان خطيره جدا والناس كتير ما بتاخدش بالها منها، هي موجوده في المعلبات، يعني المعلبات فيها نسبه عاليه من الاملاح، بالاضافه طبعا للحوم المصنعه، دي من الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا نمتنع عنها تماما. طيب فكره انه يعني الشخص مش قادر يحسب بالظبط هو مصرح له بملح قد ايه في اليوم، حضرتك بتقولي معلقه صغيره، ولكن الحقيقه الملح حتى في الطعام المعلب موجود، ازاي يعني كاجراء وقائي الواحد يتجنب تاثير زياده نسبه الملح اللي هو ممكن يكون مش حاسبها، يعني عليه ان هو يعمل ايه طول اليوم؟ هي اهم حاجه طبعا طول اليوم عشان نتخلص من الاملاح الزياده ان احنا نشرب ميه بكميات كويسه جدا، يعني نشرب ميه حوالي من 2.5 ل 3 لتر في اليوم، دي كميه مناسبه جدا ان احنا نشربها على مدار اليوم متقسمه، طبعا ما ناخدش ميه كتير مره واحده ولا اقعد وقت طويل من غير ما اشرب، انا ممكن كل ساعه اخد كوبايه ميه، دي افضل حاجه بحيث ان هي تعمل على طول ووشنج للجسم وتساعد في التخلص من الميه الزياده والاملاح الزياده اللي موجوده في الجسم على مدار اليوم. طب في رمضان تحديدا يا دكتور، المعلبات تماما في رمضان تحديدا يا دكتور، يعني فكرة الملح مع الصيام دي يعني نتعامل معها ازاي بالشكل الافضل؟ ما هي زي ما بقول حضرتك كده، المية من الحاجات المهمة جدا ان احنا نحافظ على كمية المية، طبعا عشان الصيام احنا قاعدين وقت طويل جدا من غير مية، فده بيسبب جفاف في الجسم وبيسبب احتباس نسبة المية زيادة في الجسم،
ده بيزود تراكم الأملاح، وطبعا كل ده بيضر الكلى وبيعلي الضغط. فعشان كده أنا لازم أعوض بكمية مية مناسبة، أقلل الكافيين اللي أنا باخده طول الوقت بقى من الفطار لحد السحور، إن أنا الكافيين تبقى نسبته قليلة برضو جدا، لأن ده من الحاجات المضرة للبول، فبالتالي برضو بتعمل احتباس للأملاح في الجسم وبتزودها. يعني برضو أشرب مثلا من مرة لمرتين بالكثير قوي حاجة فيها كافيين. دكتور وسام عبد الهادي، ماجستير تغذية تخصصية وعضو الجمعية المصرية للتغذية والسمنة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور.